السيد لاشين أسطورة أهلاوية في ملاعب تنس الطاولة المصرية، هو أحد أعظم الأسماء في تاريخ تنس الطاولة الأهلاوية والمصرية بل والإفريقية أيضا. نجح في تخليد اسمه بأحرف من نور داخل سجلات اللعبة بكونه أول مصري وعربي وإفريقي يصعد لدور 32 في الأولمبياد. هو السيد أحمد لاشين من مواليد 9 فبراير عام 1980 بمدينة الإسكندرية. بدأ حياته مع تنس الطاولة وهو في 10 من عمره وتحديدا في مركز شباب الظاهرية، ومنه إلى نادي الرمل قبل أن ينتقل لصفوف نادي سبورتينج السكندري، ثم كانت النقلة الكبيرة بانضمامه لصفوف المارد الأحمر عام 2002. حقق لاشين العديد من البطولات خلال مسيرته الطويلة داخل ملاعب تنس الطاولة، فحقق مع الشياطين الحمر 15 لقبا للدوري وثلاثة ألقاب لكأس مصر، إضافة إلى حصوله على 13 لقبا للبطولة العربية وثلاث بطولات للأندية الإفريقية، كما حصل مع الفراعنة على برونزية بطولة العالم للفرق وأربع ذهبيات لكأس إفريقيا ومثلهم للبطولات العربية وثلاث دورات ألعاب عربية، كما شارك في دورتين للألعاب الفرنكفونية. وهو أول لاعب مصري يدخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وأيضا أول لاعب مصري يدخل قائمة اللاعبين بالاتحاد الدولي، وأول رئيس للجنة اللاعبين العرب وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية. كانت أولى مشاركاته الدولية مع منتخبنا الوطني في عام 1997، وظل يرتدي قميص منتخبنا حتى اعتزاله الدولي عام 2018، وشارك مع المنتخب الوطني في 3 دورات أولمبية: سيدني عام 2000 وبكين عام 2008 ولندن عام 2012، وفي الأخيرة نجح في أن يصبح أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يصعد لدور 32 من الأولمبياد. لاشين أسطورة ليس بفضل أدائه داخل الملعب فقط، لكنه يمتلك شخصية فولاذية متشبعة بحب الفوز وبروح الفانيلة الحمراء، وهو ما تجسد في فوزه على الصيني المجنس وصاحب التصنيف رقم 7 عالميا خلال مشاركته مع الشياطين الحمر في البطولة العربية والتي أقيمت بالمغرب في سبتمبر الماضي، وهو ما قاد النسر الأهلاوي لحصد اللقب الغالي.